هناك مئات الأبار الجوفية التي تعمل على تنظيم درجة حرارة المبنى، ما يوفر في تكاليف الطاقة. إنها أحد الجوانب الصادقة للبيئة والمدمجة في الفندق الجديد بمطار كيب تاون، والذي أطلق عليه اسم الفندق الأخضر. الفندق يبعد بحوالي 400 متر عن المطار وب22 كيلومترا عن وسط مدينة كيب تاون. الفندق يحتوي على مضخات للحرارة ومحركات متغيرة السرعة للمضخات وللمراوح، ووحدات لفائف مروحية وأجهزة التحكم الذكي التي تطفئ الأضواء في المناطق غير المأهولة، بالإضافة إلى مضخة حرارة الأرض التي تعمل بالمياه وتستخدم لتعميم الطاقة الحرارية الأرضية. يمكننا تعميم الماء من خلال هذه الأنابيب والوصول إلى درجة حرارة الأرض. في الصيف عندما تصلنا الكثير من طلبات التبريد يكون لدينا فائض في الماء الساخن. إذا تصوروا إذا بلغت درجة الحرارة 30 درجة في الخارج، هذا أمر شائع هنا في كيب تاون. من دون عائق تكون درجة حرارة الأرض 19. نقوم بتعميم الماء الساخن من خلال الأرض، فتبرد من خلال التخلص من بعض تلك الطاقة على الأرض وتصعد البرودة. لقد تم تشييد المبنى باستخدام تقنيات للحد من مواد البناء، حيث تم وضع أرضية خرسانية وكرات جوفاء بلاستيكية أعيد تدويرها في الإسمنت لخفض استخدام الخرسانة الكثيرة الاستهلاك للطاقة المنتجة. تقليص الخرسانة يوفر حوالي 1284 طنا مع الحفاظ على السلامة الهيكلية. مياه الصرف الصحي القادمة من الحمامات يعاد استخدامها من جديد في المراحيض، وهذا لتخفيض استهلاك المياه في الفندق. هناك أيضا إعادة لاستخدام مياه الأمطار والمياه الجوفية كما يشرح أندري هارمز. إن منسوب المياه موجود في المنطقة التي هي على مستواي وتحتاج إلى أن تنضب من هنا. في الأساس ما نقوم به بدل التخلص من مياه الأمطار هو نقلها إلى خزان نستطيع استخدامه في غسيل السيارة والري وأنشطة أخرى في الخارج. هذا يشمل أيضا اللوائح الشمسية التي توضع لتوفير الظل والطاقة. لقد تم تركيبها على الواجهة الشمالية للفندق، ليس لتوليد الكهرباء فحسب، وإنما لخلق تظليل للنوافذ التي تحصل على الشمس. نزلاء الفندق يساهمون في عملية الإمداد بالطاقة عند استخدام الصالة الرياضية. المصاعد تستخدم الطاقة المتجددة، والاستخدام المكثف للمصعد يوفر من 20 إلى 35% من استهلاك الكهرباء. مياه الأمطار والمياه الجوفية يعد استخدامها أيضا. بمجرد تصفيتها تستغل في ري الأعشاب والخضر التي ينتجها الفندق عبر نظام خاص. وقد تصل نسبة توفير المياه في هذا المبنى إلى 37% من المياه الصالحة للشرب المحفوظة. المسؤولون يسعون أيضا إلى الحفاظ على انبعاثات الكربون في الفندق عند أدنى مستوى ممكن. نزرع الخس والأعشاب بواسطة نظام اصطناعي، ولدينا أيضا برنامج لزرع الخضروات. أما موردون بخصوص الخضر فينتمون إلى مؤسسات تبعد عنا بحوالي 160 كيلومترا. الفندق فتح أبوابه للجمهور في أب أغسطس 2013، ويخطط لاستقطاب المزيد من الزبائن من أصدقاء البيئة.